البعيد. هذا اللي بيخدموا بالعيد هو اللي خلاهم يحوسوا على الماء في العراق ويحاصروا في العراق ويضربوا في العراق ويروعوا في الشعب العراقي ويقتلوا في الشعب العراقي ويقتلوا في الأطفال بتاع الشعب العراقي. وسوريا راهي على الطريق، سوريا راهي على الطريق، لأن النيل جاي في مصر والسودان ودجلة والفرات. المصدر بتاع الماء منين جاي؟ جاي من تركيا. يا خساره ما عندش الخريطه، يا العرب يا اللي راكم دايرين بيا حطوا لي خريطه، انا نتكلم بالخريطه ما تكفيش هذيك، انا نتكلم بالخريطه. ما حبوش يهديهم ربي، روحوا عاونوني حوزوا علي هذا الجماعه هذي. هذا اللي ماهوش قادر يجيب خريطه كذا يقدر يدير البلديه. صفق على روحك حر. خريطة حاصلني هذه، ما يمكن بلا خريطة. بالأخص مع أولادنا اللي عمرهم ما شاف، ما هو شايف الخريطة، مش كيما على الخريطة، شوية الخريطة، شوية الخريطة. لازم تفهم باللي هذا الماء راهم باغيين يديوه. المحروقات يحبوا يديوها، وين ما قدروش يديوها يحبوا يرخصوا السمان تاعها. مع كثرة المواليد، النمو الديموغرافي، مع قلة السلاح، مع الخيانة العربية، مع رفض أن يصنع المسلمون الصناعة التكنولوجية الدقيقة، الصناعة النووية. على بالكم لما الباكستان داروا هذيك القنبلة النووية، ما سموهاش القنبلة النووية الباكستانية، سموها القنبلة النووية الإسلامية. علاش قالوا الإسلامية؟ باش يخوفوا الناس. يتكلموا عن القنبلة النووية الباكستانية ويتكلموا على السلاح، زعمة السلاح عند الفلسطينيين مساكن، بالحجر والله غير بالحجر مساكن، بالحجر هكذاك. وبالمناسبة ولا غير قلتها لكم، أنا شوية مخلط هذا الحوايج هذوما. يحكيوا لي جماعة الفلسطينيين داروا واحد العجينة يسموها أم العبد، ما تسمعوش بها أنتم؟ إيه ما تسمعوش بها؟ سمعوا داليدا. داليدا يسمعوا بها، 007 جامس بوند نسمعوا به، لكن أم العبد ما تسمعوش بها. هذه أم العبد واحد العجينة يصنعوها، تفلق المركبة الإسرائيلية تفلقها عجينة يحطها له تحتها. هذيك الدبابة كي يضربها بالصاروخ يتمس غير الحيط البراني، فيها الحيط الأول والثاني والثالث تاع حديد، والدخل كلش بالتكنولوجيا وكلش بالقفالي وكلش بالكمبيوتر. ما يعني عبارة عن حصن، كيفاش يقولوا حصن؟ شاطط فور ماشي. ضربوها سميلي بالصواريخ، ما مشاش بالبوم. تا واحد دريليات كثر خيرهم، هذو هي تاع الصح، ماشي قتالين تاعنا هنايا. ما فهم لا، داروا واحد العجينه ركبوها شي كيفاش يديروها، والله ماني عارف، انا ما نعرف هذه الحاجه انا. فهم مليحه، داروا واحد العجينه هكذا ركبوها يحطها تحت الدبابات تفلق على زوج، عند يومين ثلاث دبابات في القوم. السؤال، وين هي الدبابات الرسمية العربية؟ وين هي الطائرات الرسمية العربية؟ وين هي المطارات العربية؟ وين هي الغواصات العربية ضد العرب؟ مسكين ذاك الطفل وحده مع يمه مع اخته مع عروسته مع بيو مع ذاك الشيخ، يجيب عجينه منه يجيب منه يرتب لها منه ويفلق. يسموها مركبه، يسموها بالاسرائيليه المركبه. حتى الصحفيه ما عرفش تكلم عليها، ما عرفتش شنو هي هذه المركبه. وهي عجينه مسمينها الخوالي، هي الخاوه، احنا نقول الخاوه شغل زمان، شو مسمينها؟ الله يكفر امهات العبد. طولت عليكم الله يعاونكم. هذه بالحاره شويه ملح، خاطر جريده اللي بيرتي والوطن قالوا الشيخ نحن حراها فيها طول.